مع الحكيم مع الدكتور عبد العزيز الراجحي. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم وضيف جديد معنا اليوم، الدكتور طاهر عيسى، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى مغربي بجدة. أهلا وسهلا بك دكتور طاهر. أهلا بحضرتك دكتور طاهر. اليوم بدنا نناقش موضوع اعوجاج الحاجز الأنفي. طبعا شيء نسمع عنه كثير، وأحيانا نسمع أنه منتشر إلى درجة أنه يكاد يكون عند كل شخص منه، هل هذا الكلام صحيح؟ هو الحاجز المستقيم تماما موجود في 25% من الناس، يعني في درجات طفيفة من اعوجاج الحاجز في 3/4 الناس، ودي طبعا ما بنعملهاش أي حاجة، لا بتسبب أعراض ولا بيشعر المريض بأي شيء، وإحنا ما بنعملهاش أي حاجة ولا بنتدخل لا طبيا ولا جراحيا ولا أي حاجة. عرفنا وش الحاجز الأنفي لو سمحت. التجويف الأنف منقسم إلى جزئين، أيمن وأيسر. في النص في حاجز بين الناحية اليمنى والناحية اليسرى بنسميه الحاجز الأنفي. الجزء الأمامي منه كضروف، والجزء الخلفي عظمي، وماسك في قاع الأنف اللي هو سقف الحلق تحت، وفوق الجزء الغضروفي ماسك في غضاريف الأنف، والجزء العظمي ماسك في عظام الأنف. جميل. ما هي الأعراض اللي تصاحب اعوجاج الحاجز الأنفي؟ الأعراض بتحصل لو في اعوجاج شديد في الحاجز الأنفي، ممكن يحصل انسداد في ناحية من الأنف أو الناحيتين، لأن يعني ساعات الاعوجاج يكون على شكل حرف سي باللغة الإنجليزية، يكون معوج رايح ناحية من الناحيتين، ساعات بيكون على شكل حرف إس وبيكون سادد الناحيتين. اللي على شكل حرف سي بيسد ناحية والناحية الثانية تبقى واسعة، اللي على شكل حرف إس ممكن يسد الناحيتين. العرض الأساسي في عوجاج الحاجز الأنفي هو انسداد الأنف. وهل في طريقة للشخص أنه يعرف انسداد الأنف هو بسبب اعوجاج الحاجز أو بسبب مثلا حساسية أو التهابات؟ هل يحس فيها الشخص، يعرف الطريقة؟ هو طبعا لو في عطس ورش وحاجات زي كده، يبقى احتمال المريض ممكن يتوقع أن يكون عنده حساسية في الأنف، وهي طبعا منتشرة في منطقتنا جدا، لكن ساعات الحاجتين يكونوا موجودين، إنما لو ما فيش عطس ولا رش ممكن جدا يكون الحاجز موجود لحاله. طبعا التشخيص النهائي والرأي النهائي بيكون باستشارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة. السؤال الثاني اللي يتبادر، لو حصل الاعوجاج عادة يكون في الجزء الغضروفي أو في الجزء العظمي أو في الجزئين؟ زي ما حضرتك تفضلت، ممكن يكون في الغضروفي أو في العظمي أو في الاثنين سوا. هل في أسباب معينة تسبب الاعوجاج في جهة أكثر من جهة؟ بالضبط، هو سبب الاعوجاج ممكن المريض يكون المسافة بين سقف الأنف وقاع الأنف طبيعيا كده خلقيا ضيقة شوية، فأثناء نمو الحاجز يتقوس. ده واحد من الأسباب، اللي هو أثناء النمو يتقوس الحاجز، ده موجود في نسبة كبيرة من الناس. لكن في سبب تاني مهم جدا، اللي هو الخطاء، يعني والأنف هو أكتر شيء بارز في الوجه، فممكن الأطفال وهي حتى بتحبي وهي بتلعب الأنف يتخبط، الطفل يطيح الأنف يتخبط، فعلشان الأنف بارز هو أكثر شيء بيتخبط في الوجه. فكتير جدا من حالات اعوجاج الحاجز الأنفي سببها الخبطة، سواء في الأطفال أو في الكبار. هل ممكن تكون الضربة على الأنف ضعيفة إلى درجة أن الأهل يمكن ما ينتبهون لها وما يركزون عليها، لكن في النهاية تؤدي إلى تأثير دائم في اعوجاج الحاجز؟ بالضبط، ودي نقطة مهمة جدا، وأنا سعيد جدا أن حضرتك ذكرتها، أن كتير من الحالات دي طفل يقع ويتخبط في الأنف، يبكي دقيقتين ثلاثة خمسة، محدش ينتبه للموضوع، وبعدين ما بيبانش حاجة على الشكل الخارجي للأنف في الأطفال، لكن لما يحصل نمو الأنف من خلاص الحاجز اتعور في سن صغير، لما يحصل بقى نمو في الأنف بيزداد الاعوجاج مع النمو، وتبتدي الأعراض تبان لما الطفل مثلا يبقى عنده 14 15 16 سنة أو أكثر. هل في سن معين دكتور طاهر تنصح فيه الأهل بأخذ الطفل لطبيب الأنف والأذن والحنجرة لفحصهم للتأكد من عدم وجود أي اعوجاج؟ في الحقيقة احنا أول ما الطفل يبتدي يشكو أو الأهل يلاحظوا أن في انسداد، بنطلب من الأهل أن هم يراجعوا،
يعني حتى سن سنة 2-3 أي انسداد في الأنف بيحصل بنتوقع أن الأهل يجيبوا لنا الطفل، لأن ممكن يكون في أوجاع في الحاجز الأنفي، ممكن يكون في حاجات تانية زي لحمية خلف الأنف، زي مثلا حساسية الأنف، دي ممكن تحصل انسداد في سن 2 مثلا ولا حاجة. فأي انسداد بننصح الأهل أن هم يجيبوا لنا الطفل نفحصه. العملية لو احتاج انه يسوي عملية دكتور طاهر، متى افضل وقت يسوي فيها عملية لعلاج الاعوجاج؟ احنا يعني عادة ما بنحبش نعمل العمليات دي قبل سن 14 سنة عشان ما نأثرش على نمو الحاجز ونمو الانف. لكن احيانا بيبقى الاعوجاج شديد جدا وقافل الانف على الناحيتين، فبنضطر نعمل تقويم للحاجز الأنفي في سن مبكر، بس بنعمله بتحفظ، يعني أقل شيء أقل تدخل جراحي ممكن يسلك الأنف. إذن الرسالة تكون أنه ما في عملية لتعديل الحاجز الأنفي إذا ما كان يعني شيء شديد ومؤثر على حياة الطفل أو الشخص قبل سن 14 سنة. تمام. دكتور طاهر، أنت ذكرت قبل أن نخرج في فاصل بأننا دائما نحرص بأن لا نقوم بإجراء أي عملية على الحاجز الأنفي قبل سن 14 سنة. إذا قمنا بعمل العملية، عادة العملية هذه تتم تحت بنج موضعي أو بنج كامل؟ ممكن الاثنين. لو هنعمل تقويم للحاجز الأنفي ممكن بمخدر موضعي وممكن بمخدر كلي، ودي طبعا تتوقف على رغبة المريض. أولا لو المريض مثلا عنده مشكلة في القلب أو أي مشاكل أخرى بتخلي التخدير الكلي صعب، ممكن نجري العملية تحت مخدر موضعي. إذا نفهم من هذا أن الخيار الأساسي يكون تخدير كامل، ولكن إذا في موانع يتم التخدير موضعي. بالضبط كده. جميل جدا. السؤال الثاني دكتور، إذا قمنا بعمل العملية عادة المريض يحتاج كم يوم يجلس في المستشفى؟ مش محتاج فترة طويلة، العملية بسيطة ما بتاخدش وقت طويل، مش كل المرضى بيباتوا يعني، بس إذا المريض بات معنا بيبات ليلة واحدة ويخرج ثاني يوم الصباح. هل في ألم شديد بعد العملية؟ لا لا إطلاق إطلاق. نسمع كثير عن أشخاص أجروا عملية لتعديل الحاجز الأنفي وفي نفس الوقت عملوا معها عملية تجميل للأنف، هل هذا ممكن؟ طبعا، وفي نسبة كبيرة من الحالات لابد أن احنا نجري معها تعديل للأنف، لأن زي ما قلت من شوية أنا أن غضروف الحاجز ماسك فوق في غضروف الأنف وعظم الحاجز ماسك في عظم الأنف، فكتير جدا لما بيحصل اعوجاج بيحصل اعوجاج في الحاجز الأنفي من الداخل والأنف من الخارج، وإذا حاولنا أن احنا نعدل الحاجز لحاله لن ننجح، لابد ساعتها ان احنا نتعامل مع الحاجز الانفي وغضروف وعظام الانف من الخارج كوحدة واحدة، فبنعمل تقويم للحاجز الانفي وتجميل للانف، ومش بالضرورة نكون بنحاول عشان نحسن الشكل، والشكل طبعا بيتحسن، لكن بيبقى اساسا عشان نقدر ننجح في تقويم الحاجز الانفي وننجح في ان احنا نحسن تنفس المريض. هذا يقودني لسؤال ثاني دكتور طاهر، العمليات اللي مثل هذه هل يجريها طبيب الأنف والأذن والحنجرة أو طبيب التجميل؟ لا، في رأيي أنا، ومش عاوز أبقى متعصب يعني التخصصي، فاعتقادي أنا اللي لازم يجري العمليات دي هو طبيب الأنف والأذن والحنجرة، لأن زملائنا مع كل الاحترام لمزاهل زملائنا في التجميل، زملائنا في التجميل ما عندهمش خبرة التعامل مع الحاجز الأنفي، فممكن جدا يتحسن الشكل الخارجي للأنف والحاجز يبقى ما تعملش مظبوط، فلازم اللي يجري العملية دي جراح الأنف والأذن والحنجرة بحيث يقدر يتعامل مع الحاجز الأنفي ومع تجميل الأنف في نفس الوقت. الكسور دكتور طاهر اللي تحدث للأنف عادة تحدث في الجزء العظمي من الأنف أو الجزء الغضروفي؟ الكسور بتحصل في الجزء العظمي، لكن ممكن جدا في نفس الوقت يحصل التواء في الحاجز الأنفي من الداخل، ويحصل ان الغضاريف كمان يحصل فيها مشاكل وتتقوس. طيب بعد العملية دكتور كيف يكون منظر المريض؟ لأنه نشوف احنا كثير صور احيانا، ولا زملاء ولا اقارب نجي تزورهم في المستشفى وتلاقي دم متجمع تحت العيون وحول الأنف،
هل هذا شيء طبيعي أو هذا مضاعفات عملية أو هذا دليل أنه العملية حصل فيها إشكالية؟ لا، ده بيكون شيء طبيعي لو عدلنا، لو عملنا مثلا ساعات بيكون في حدبة في الجزء العظمي من الأنف، لما بنشيل الحدبة دي أو نعمل نرجع عظام الأنف لوضعها الطبيعي، عشان نرجعها لوضعها الطبيعي ساعات بنضطر نكسرها. طبعا العظم مليان أوعية دموية، بمجرد ما نحرك العظم أو نشيل حدبة الدم ده بينزل تحت الجلد وممكن ينزل يوصل لحد الجفون وبيبقى موجود في الخدود. لو اشتغلنا على العظم، لو شلنا حدبة من العظم، أو لو اضطرينا ان احنا نكسر العظم، لو كان العظم معوج اضطرينا نكسره ونعيد الوضع الطبيعي، لازم بيحصل خروج شوية دم، وده طبعا هيروح تحت الجلد في الجفون ويدي الزراع، ده بيختفي في أسبوع أو اثنين بالكتير. إذن هذا الدم اللي احنا نشوفه ما هو بسبب انه العملية أو الجراح وصل للمنطقة هذيك، ولكن الدم يتسرب من تحت الجلد إلى المنطقة اللي تحت العين، وبالتالي تظهر العيون كأنها مصابة أو جايها ضربة. بالضبط كده. هل يتأثر الشم بعد عمليات الحاجز الأنفي؟ لا، ده بالعكس، ده المفروض أنه يتحسن، وفي معظم الحالات يتحسن، لأن الحاجز الأنفي لما بيكون معوق بيقلل الهواء اللي داخل الأنف، وهو الهواء هو اللي جايب الروائح اللي احنا بنشمها، فلما بنحسن وضع الحاجز الأنفي بيدخل هواء أكتر إلى الأنف، المريض بيشم أحسن بعد تقويم الحاجز الأنفي. نسمع احيانا بعض الناس يقولون انا بعد ما سويت عمليه الحاجز الانفي ما عاد صرت اشم كويس، هل هذا ممكن؟ لا طبعا، ده يعني بيكون لاسباب اخرى اكيد 100%، لان بعد عمليات الحاجز الانفي كل المرضى حاسه الشم بتتحسن، لكن هو ساعات المريض يعزو حاجات كتيره لعمليه هو اجراها تكون ما لهاش اي علاقه. جميل جدا. دكتور طاهر، ما هي المحظورات على المريض بعد إجراء العملية؟ إحنا بعد إجراء العملية بنحط سفنجة صغيرة دي بتمتص الدم من الأنف كله، وبتجلس يعني بنشيلها تاني يوم، تجلس يعني مثلا عملية عملنا العملية الصباح أو الظهر، تاني يوم في الصباح بتشيل، بس بننبه على المريض إنه ما يلعبش فيها، ما يحاولش يلمسها، أو لأن أول ما بيلمسها بينزل منها الدم اللي هو متخزن فيها، فالمريض بيقلق وتهيأله ان ده نظيف. فاول حاجه بنرجو المريض ان هو ما يلعبش في انفه، يعني يبعد عنه. كمان الحاجه الثانيه بعد العمليه المريض بيحتاج ان هو يرتاح لحد ثاني يوم، ما يعملش مجهود جامد، ما يوطيش في الارض، يصلي وهو جالس، يحاسب طبعا على الانف ان هو ما يتخبطش، وما يقلقش لو السفنجه دي نزل منها دم لو لمسها او عطس أو أي شيء. شكرا لك دكتور طاهر عيسى، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى مغربي بجدة. ألف شكر.